ما انت رجعتي بقى بالذكريات، انا هرجعك برضو بالذكريات. ترشيحك للعيال كبرت جت ازاي؟ وقعدتي فيها كام سنه؟ العلاقه ما بينك وبين زمايلك، وخصوصا ان انا عارفه ان كان في موقف قاسي جدا بينك وبين الفنان الراحل الجميل احمد زكي، غير يعني على قد ما كان الموقف قاسي على قد ما انت ضحكتي ساعتها، فاكره؟ نضربني بالقلم، بس هو ما كانش قاسي قوي لانه احمد كان معروف عليه. القلم ده كان في المسرحيه ولا بره؟ في المسرحيه، وانا قاعده بعمل ميك اب لنفسي. فهو هو احمد كان زميلي في المعهد يعني، ما كانش جزء من الدور يا منى، ده هي جوه في اوضتها بتعمل ميك اب، ما كانش على خشب مصري. انا بعمل ميك اب لنفسي انا، مش طيب حلو. احمد كان زميلي اصلا في المعهد، كان سابقني بكذا سنه. بس كمان كانت علاقته بسامي، وانا كنت متجوزه في سنه ثانيه يعني، استاذ سامي العدل كان الله يرحمه، فكانت علاقته بيه كده يعني في العيله وكده كمان طبعا. فانا اتفاجئت، عارفه حركاته من قبل ما اتجوز سامي وهو في المعهد وكده يعني، عارفه حركاته، بس ما تخيلتش. او انا هو اللي كان محوطني برضو في العيال كبرت، ما كنتش اعرف حد فيها غيره. كنت اشتغلت مع مدام كريمه قبل، فاعرف مدام كريمه عارفة. بس احمد كان انت كنت في وسط عصابه يعني، عصابه عمالين يقفوكي من هنا لهنا، عصابه فظيعه يعني. فانا طبعا لما احمد، ما تخيلتش انه هيعمل معايا حاجه كده. انت قاعده بتعملي ميك اب في امان الله، هو دخل معاكي بيتكلم معاكي في موضوع. لا ده حاط ايده كده على كتافي كده من الكرسي ورا كده، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ في المرايه بقى. فقلت له اهلا يا احمد، ازيك انت يا بس ما انتبهتلوش كفايه، ما خدتش بالي هو عامل فيا ايه. فلقيته بيقول لي هو انا مش بكلمك، ما تبصي لي يعني، لسه بدري وكده يعني. فانا لسه ببص له، كان هو لف اللفه دي كده، فلقيته فجاه بص لي كده راح ضربني بالقلم. ايه المناسبه بقى؟ فانا عملت كده، عارفه اللي هو ايه، دموعي نزلت ولقيته بيضحك، فلقيت نفسي بضحك اللي هو ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ انا عارفه ان هو فيه حاجات كده، ليه حاجات يعني. كان ليه شطحات كده. فلقيته بيقول لي والله العظيم شكلك زي القمر وانت بتعيطي. قلت له احمد انت في، انت اتجننت؟ ايه اللي شكلك؟ انت بتضربني يا احمد؟ في ايه يا احمد؟ قام قال لي ولا حاجه يا حبيبتي، حقك عليا والله، انا حبيت اشوفك وانت بتعيطي. والله العظيم والله طلعت في دماغه كده، وانا نزل عليا ضحك. بعدها هو جيت بعده، يا احمد انت عملت كده ليه؟ قال لي والله العظيم انت على طول بتضحكي، فانا كان نفسي اشوفك وانت بتعيطي، هموت واشوفك وانت بتعيطي. شوفي رغم ان مر 45 سنه على المسرحيه دي، لكن كل عيد لما بتذاع احنا بنقعد لها من الالف للياء كان احنا اول مره نشوفها، وما بتزهقيش منها، ففعلا هي عايشه ويانا وتجربه جميله جدا. خليني اعرف ايه سبب يعني، او ايه اللي خطيه في الغربه والخبره اللي عايزه تسمعيها النهارده للستات بيشوفوكي او اي حد بيشوفك، ايه اللي اتعلمتيه في السنين اللي غبتي فيها عن الفن بعد المسرحيه دي؟ والله شوفي، هو يعني العيشه بره طبعا غير هنا يعني. كان سبب ايه بقى؟ حد بيدرس حاجه؟ لا لا لا، هي حاله جات لي كده، ورحت اخويا كان عايش هناك وكان بيتحايل عليا كتير، رحت على اساس انا هروح فسحه وارجع. رحتي فين؟ فعجبتني استراليا. فعجبتني الحكايه فكملت بقى يعني، قعدت شويه. ايه اللي زهقك؟ ما كنتي ناجحه وجميله ومتقدمه. ما هو والله بقى يعني رايحه زياره، مش رايحه ان انا في دماغي حاجه، ولكن لقيت نفسي ان الحياه ايه، في حياه ثانيه مختلفه. انا يعني من النوع اللي شويه كرامتي بتاكلني شويه في حاجات كتير، فلما بتضايق من حاجه، لكن بره ما حسيتش الاحاسيس دي، ما حسيتش ان في حاجه ممكن تضايقني. وبعدين هو كان محتاجني يعني، هو كان في عندنا ولدين وتوفى واحد صغير وهو الولد فلوحده يعني. كان كنت لسه ما اتجوزتيش بقى ولا حاجه؟ لا كنت بتجوزها، وكانت عندي رشا فخدتها وهي صغيره. وكملت هناك. كنت انفصلتي عن فنان سمير العدل؟ طبعا، وانا كنت معقوله ما انفصلتش وامشي، مخلفه وفي ايدك بنت وفي غربه. طبعا، بس